المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري تفوز بجائزة مارت إنلز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. الدكتورة فتحية زخم تفوز بجائزة ألسفير للعلوم. ياسمين القاضي تفوز بجائزة نساء الشجاعة الدولية. هدى وياسمين وفتحية ثلاث يمنيات وثلاث جوائز. كنا وهجا لليمن وإشراقتها في منصات العالم. أهلا بكم. وقفت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري أمام سفراء أوروبا والمنظمات العالمية أثناء تكريمها بجائزة مارت إنلز، وأهدت تكريمها لأمهات المختطفين والمعتقلين وكل أحرار اليمن. وقبلها وقفت النوبلية توكل كرمان، وبعدهن وقفت فتحية زخم، وستقف ياسمين القاضي. يمنيات يقدمن الوجه الأنقى والأزهر لبلد عاش ظلمات طويلة، في اللحظة التي جعلت الأطراف اليمنية بلدا جائعا غنيمة حرب لها. يقف المجتمع الدولي لمنح المرأة اليمنية تكريما مستحقا لنضالها وانحيازها المطلق للإنسان. فهل تعكس هذه الجوائز دور المرأة وكفاحها ضد الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون من قبل ميليشيا عابرة للانتماء الوطني؟ وهل تنقل هذه الجوائز اليمن إلى صدارة الاهتمام الدولي؟ يمنيات يحظين بتقدير العالم، ناشطات في الدفاع عن الحقوق والحريات، وباحثات في العلوم. تركن بصماتهن القوية على هذه الأرض، وامتد أثر كفاحهن محلياً ليجد له صداً على مستوى العالم. اليمنية التي أوكلت قسوة البلاد لها مهمة تقديم اليمن للعالم، نذرت نفسها للدفاع عن حقوق الإنسان في بلد يضج بالقتلة والمجرمين. المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان هدى الصراري نالت مؤخراً جائزة مارتن إنالز لعام 2020، والتي تعد أرقى جوائز حقوق الإنسان في العالم وتعرف بجائزة نوبل لحقوق الإنسان. هدى دافعت كثيراً عن المختطفين وكشفت عن وجود سجون سرية وعمليات تعذيب في اليمن، ودفعت ثمن هذه المهمة الخطيرة غالياً، إذ اغتيل ابنها بسبب مواقفها الحقوقية المنددة بالانتهاكات التي تمارسها الإمارات والميليشيا في عدن. الناشطة ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مارب تم تكريمها بجائزة المرأة الدولية للشجاعة، وهي جائزة تمنح لاثنتي عشرة امرأة من مختلف دول العالم. جائزة المرأة الدولية للشجاعة تقدمها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية للنساء اللواتي يظهرن الشجاعة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين. أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب الدكتورة فتحية زخيم، التي فازت بجائزة إليزفير للعلوم لمساهمتها البارزة في الهندسة والابتكار والتكنولوجيا. أسماء يمنية تشرق في وجه البلاد، وقصص تحدث العالم عن عظمة شعب يرغب بالعيش والعطاء، وقبل كل هذا يرغب في السلام. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، وأبدى النقاش مع ضيفة الدكتورة سمية ثور، مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن. أهلا بك دكتورة سمية. مرحبا بك، أهلا وسهلا. دكتورة سمية، لو نبدأ من حيث هذه الجوائز والتكريم التي حصلنا عليها الهدى وفتحية وياسمين وأخريات أيضا خلال هذه السنوات الصعبة ربما في اليمن، يعني سنوات الحرب، أهمية وقيمة هذه الجوائز والتكريم، لو نبدأ بالحديث عن ذلك. أهميتها طبعا، أولا أبارك لزميلاتي وللعزيزات ياسمين وفتحية والعزيزة هدى طبعا على الفوز الذي احنا يعني شخصيا كنساء وكيمنيين نفخر بهذا الفوز، لانه هو مثل ما ايضا ساشرح لك انه اهميته تكمن في انه في هذه المرحله الحساسه من ما يمر به اليمنيين، كيف استطاعت المراه اليمنيه بكل الظروف الاجتماعيه السياسيه الامنيه ان تظهر هذا القدر من القوه وهذا القدر من الشجاعه. وحقيقه يعني هذه الشخصيات التي نتكلم عنها الان هي فعلا خرجت من داخل اليمن وأنتجت هذا الإنجاز وهذا العمل الحقوقي وهذا العمل الاجتماعي والسياسي من داخل اليمن، من
بين من بين المجتمع اليمني، فبالتالي هذا الفوز يعتبر استحقاق للمرأة اليمنية بشكل عام، ودليل على قوة المرأة واستطاعة المرأة، وأيضا يعني تقبل المجتمع اليمني. يعني أنا شخصيا أيضا أعتبر هذا إنجاز من ناحية المجتمع، كيف أنه بعد نضالهن استطاعين أن يثبتين هذا الأمر ليس في اليمن فقط ولكن حول العالم. طيب دكتورة سمية، هل لأن اليمن الآن تعيش حرب وظروف صعبة ربما تكون هناك فرصة لهؤلاء الناشطات للفوز بهذه الجوائز، أم أنه لا علاقة لذلك؟ الربط بهذه الطريقة طبعا يعني ربط حساس جدا، لا يمكن نتكلم في هذا الموضوع بهذا الشكل. أنا أعتقد أنه دائما في الأزمات تظهر القوة الخفية مثل ما يعني ممكن أن نصفها. يعني هي أزمة تمر بها اليمن، حرب تمر في اليمن، في هذا الوضع استطاعت هذه النساء أن تصنع شيء. ليس شرط طبعا أنه في الرخاء يحدث، يعني لأنه لا يمكن أن يحدث في الرخاء، لكن يعني أنا أعتقد أيضا أنه لا، إلى قبل 2011 لم تكن للمرأة هذه القوة وهذه الجرأة في اختراق المجتمع اليمني. يعني أنا بتصوري من بعد 2011 أعطت ثقة أكبر للمرأة، يعني قدرتها على التغيير، قدرتها على التأثير، قدرتها على الاختيار. قد يكون هذا الشيء يعني في طبقة معينة يعني من المجتمع، لكن هذه أنا أعتبرها لبنة أساسية للمستقبل. يعني إحنا نتكلم الآن عن فترة حرب صحيح، لكن سيأتي يوم تنتهي هذه الحرب، وسيأتي يوم يكون لهذه النساء دور أكبر من هذا الدور الذي هو فقط عبارة عن استلام يعني عن العمل الحقوقي أو استلام الجوائز، التي هي فعلا تثمن هذا الدور في هذه المرحلة. العمل الحقوقي يا أخي يعني ليس بالعمل السهل، وما قامت به الأخت هدى من تضحية ومن عمل عظيم، ويعني صفح لكثير من الانتهاكات وغيرها من المنظمات اليمنية، هو دليل على أنه هذا العمل اليوم هو ما سنبني عليه في المستقبل من يعني عدالة انتقالية، من أخذ حقوق، من إلى آخره. فبالتالي قد يكون مرحلة الحرب أظهرت هذه الشخصيات، برزتها بسبب ما تمر به اليمن، لكن نحن نعتبر أنها فرصة لهذه الشخصيات وفرصة لقضية اليمن أن تظهر أكثر للعالم. وهذا فعلا رسالتي لزميلاتي ولأخواتي الحبيبات، أنه فعلا هذه الجوائز تعتبر بمثابة أمانة كبيرة على أعناقهن، لأنه فرصة يعني هي فرصة أن فعلا تتضح أكثر القضية اليمنية وقضية المرأة اليمنية في العالم. فبالتالي طيب دكتورة سمية، طيب هذه نقطة مهمة دكتورة سمية، اسمحي لي، هذه نقطة مهمة، أن هؤلاء اليمنيات الفائزات بهذه الجوائز والتكريم تقول أنها لديهن فرصة لأن يعبرن عن البلد الموجوع اليمن أكثر ويقدمن صورة أفضل ربما عن واقعه الآن. لماذا لديهن هذه الفرصة القوية؟ ألا يشاهد العالم ما يحدث في اليمن؟ لماذا على هؤلاء النسوة أو النساء أن يستغن هذه الفرصة ويقدمنا جهد أكبر ربما؟ الجائزة هي عبارة عن شهادة مصداقية لهذه الشخصيات، يعني أنا أعتبرها هكذا، يعني هذه شهادة من المجتمع الذي قدم لها هذه الجائزة، شهادة أن أنت لديك مصداقية عالية في القضية. فبالتالي عندما تتحدثي بلسان اليمن واليمنيين يكون لكلامها تأثير أو إقناع أكثر. التأثير طبعا ليس بهذه السهولة، لأن احنا نعرف أن السياسة ليست بهذه السهولة ممكن أي شخص يأثر عليها، لكن في تأثير قوي، في ضغط على المنتهكين لحقوق الإنسان، في ضغط على المجتمع لأن ينفتح أكثر على القضايا الاجتماعية وقضايا النساء. فبالتالي أنا أعتبرها من هذه الناحية مسؤولية.
يعني فرصة، يعني ليس فقط مسؤولية، المسؤولية هي مسؤولية الجميع، مسؤولية من أكبر من في الدولة إلى أصغر من يشتغل في هذا المجال الحقوقي والإنساني والسياسي. لكن لمن يبرز في العالم طبعا بدون شك لديه فرصة أكبر للقاء بشخصيات، للقاء بمؤثرين، فبالتالي نتوقع هذا الشيء وندعم هذا. ربما دكتورة سمية هذا التأثير الذي تتحدثين عنه الآن وأنت تتحدثين، هناك صور مرافقة لحديثك على الشاشة من تكريم هدى الصراري في جنيف عندما نودي باسمها وذهبت للمنصة لتلقي كلمتها، تشاهد في الصور التي تظهر معنا على الشاشة هناك ملامح إعجاب وفرحة ربما من الحاضرين، برأيك لماذا؟ هل لأنها من اليمن من هذا البلد الحرب؟ هل لأنه ربما قد يكون في هذا المجتمع وفي هذا الواقع صعب أن يكون هناك دور للمرأة؟ النقطتين أعتقد لها أثر خاص. شوف، حرب اليمن لها محاور للأسف عديدة، والعالم بدأ يفهم هذه المحاور. هناك محور تأثير السعودية والإمارات على حرب اليمن، وهناك محور الحوثي وأيضا يعني انتهاكاته في اليمن. فبالتالي العالم كان تركيزه بالدرجة الأولى على السعودية وانتهاكات السعودية، وبالدرجة الثانية على انتهاكات الحوثي وغيرها من الجماعات المسلحة التي أيضا ظهرت في الآونة الأخيرة. فظهور شخصية نسائية بالتأكيد من مجتمع منغلق، مجتمع في حرب، مجتمع يعني المجتمع الذكوري يعني ممكن أن نسميه، بالتأكيد هذا انتصار للمرأة. يعني لابد أن نعترف اليوم أن هناك يعني اتجاه كبير لدعم النساء حول العالم بشكل أو بآخر، ولابد أن يكون يعني أن تكون هذه الملامح التي تتحدث عنها. أنا للأسف لم أشاهد هذا الآن، لكن أنا متأكدة أنه رؤية مرأة من اليمن من الحرب بقضية مثل قضية هدى التي حملتها وشرحتها وفضحتها أمام العالم، بالتأكيد هذه الأشياء لابد أن تكون فرحة لكل النساء التي تدافع عن حقوق النساء والحقوق الإنسان بشكل عام. أشكرك جزيلا دكتورة سمية الثور، مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. ومن جنيف ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي دكتور فارس البيل. أهلا بك دكتور فارس. أهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور فارس، ما هي دلالة هذه الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها ناشطات يمنيات في المجال الحقوقي والمدني مؤخرا؟ في الحقيقة لها دلالات متعددة، أهمها أن هنالك اتجاه نحو إبراز دور المرأة اليمنية. عندما نتحدث عن المرأة اليمنية نحن نتحدث عن مجتمع محافظ، هذا المجتمع تغلفه كثير من العادات والتقاليد بالإضافة إلى المفاهيم الدينية، مفاهيم أفهام دينية ليست مفاهيم بالمعنى الكامل، إنما أفهام ترى أن المرأة يجب أن تبقى بين الجدران وفقط. وأعتقد أن السنوات الأخيرة شهدت حضور مهم للمرأة اليمنية، بالمقابل هنالك عجز حقيقي في إدارة المشهد السياسي من قبل الذكورية التي هي السلطة المهيمنة على المجتمع اليمني سياسيا وثقافيا واجتماعيا وبكل الأشكال. وبالتالي أعتقد أن التفات المجتمع الدولي لتكريم المرأة اليمنية هو ليس تكريم شخصي في اعتقادي بقدر ما هو محاولة لإنقاذ المرأة اليمنية من أتون الدوائر المتخلفة التي تحيط بالمرأة اليمنية بشكل كامل. ينبغي أن نشير أولا إلى أن المرأة اليمنية في قديم الزمن قبل أكثر من 3000 عام كانت اليمن متميزة ومتفردة عن كثير من الحضارات الأخرى التي تتغنى بحقوق المرأة. اليوم كانت المرأة اليمنية في سدة الحكم،
ليست بلقيس نموذجا وحيدا، هنالك ملكات سبقتها وهنالك ايضا ملكات تبعتها، هنالك شخصيات نسائيه دونت في النقوش الاثريه بكثير من الفخر والاعتزاز. كانت المراه تملك كثير من الحقوق بما فيها حقوق التجاره وحقوق التملك وحقوق إدارة الشؤون حتى الاقتصادية وفي كثير من الأحوال، وحتى الشؤون الدينية في كثير من المعابد وما إلى ذلك. المرأة اليمنية لم تغب عن المشهد المتقدم في كل الأحوال، إلا في العصر المعاصر للأسف وجدنا أن المرأة اليمنية أحاطتها القوى الاجتماعية والقوى السياسية والقوى الدينية، استخدمتها فقط مجرد ورقة وحسب، لكن لم تمكن المرأة من أن تدير على الأقل شؤونها بذاتها وأن تتحول إلى خط فاعل في إدارة الحياة والمشهد في اليمن. اليوم أنا أتصور أن هذا التكريم هو دفعة مهمة لكل اليمنيات لأن ينتزعن حقوقهن بشكل عملي، بمعنى أن يكون هنالك قدوة من المرأة، أن تتميز بتعليمها، أن تتميز بقدراتها، أن تتميز بمواهبها، أن تتميز بكل أشكال المبادرة في الحياة لإثبات وجودها بدرجة أساسية. هذا أولا. الأمر الآخر، أعتقد أن على المرأة اليمنية أيضا أن تبتعد عن حالة الاستقطاب السياسي بدرجة أساسية، بمعنى المرأة اليمنية إذا أرادت أن تنصف كل نساء اليمن عليها أن تنحاز للمرأة أولا، تنحاز لقضايا المرأة أولا، تنحاز لحالة الظلم الذي تعرضت له المرأة اليمنية في العقود الماضية بشكل ضاغط وبشكل كثيف. وبالتالي أعتقد أن دكتور فارس تطالب المرأة بأن تبتعد عن حالة الاستقطاب الموجودة وأن تنتصر للمرأة وحالة الظلم الموجودة. إذا كان أحد الأطراف هو من يمارس هذا الظلم، فبالتالي هي هنا لابد أنها تقف إلى جانب طرف ربما كما توصف أنت. أي طرف تحديدا تقصد؟ مثلا الطرف المظلوم، يعني ليست كل الأطراف هي اليوم يمكن المساواة بينها، يعني حتى الآن عندما يقال الأطراف هناك مساواة ظالمة وغير مقبولة يطرح. إذا فهمت سؤالك بالشكل المطلوب، لكن أنا أعتقد أن أني كنت أقصد بعدا آخر وهو مسألة المرأة اليمنية. نحن الآن ممكن أن نتحدث عن تيار يسيطر على كثير من مناطق اليمن هي ميليشيا الحوثي، هذه في فكرها الأيديولوجي عدائية مطلقة بالنسبة للمرأة. صحيح. وبالتالي يمكن أن نقول أنها عادت المرأة إلى زمن سحيق تماما. بالمقابل كل التطور الذي حصل، تطور سياسي عبر الأحزاب، تطور اجتماعي، تطور ثقافي، في المقابل المشروع المقابل للحوثي هو مشروع منفتح مع المرأة، لكن المرأة ليست بحاجة أعتقد لأن تبرز كناشطة سياسية وحسب لصالح هذا الطرف أو ذاك اختلفنا أو اتفقنا معه، إنما على المرأة أن تنحاز لقضايا المرأة. لدى المرأة كثير من الهموم، لدى المرأة كثير من المشكلات، لك أن تتخيل أن هنالك 11% فقط هي نسبة المتخرجات من نسبة المتخرجين في اليمن، هذه نسبة ضئيلة للغاية. وبالتالي المرأة بحاجة لأن تنتصر في مجال التعليم وأن تدفع بالأعداد الكبيرة التي تعاني من الأمية، حوالي 70% بحسب تقارير منظمات دولية 70% من النساء في اليمن يعاني. لكن دكتور فارس قد يقول لك أحدهم قد تكون هذه أولويات بالنسبة للمرأة، أن تركز على القضايا التي تخص للمرأة في زمن السلم ربما، ليس في زمن الحرب والانقلاب والوضع الذي تعيش فيه البلد. ما الذي يمنع أن يكون للمرأة نشاط ربما في الإطار العام والاهتمام العام لكل اليمنيين؟ وليكن في السلم أو في الحرب، حتى في الحرب المتضرر الأكبر من هذه الحرب هي المرأة.
تعرضت للضغط النفسي، هي العائل في كثير من الأحيان لمن تفقدهم في الحرب ولمن يذهبون إلى الحرب أيضا، هي التي تتحمل كل القهر، وهي التي منعت من التعليم في ظل الحرب، وهي التي حرمت من الخدمات الصحية في ظل الحرب، وهي التي اعتقلت لأول مرة في سابقة لم تحصل في التاريخ. المرأة اليمنية تعاني أكثر من الرجل في الحرب بلا منازع، وبالتالي أعتقد أن هنالك أولوية مهمة لدى من أتاحت لهن الفرصة بأن يتصدرن المشهد الحقوقي المشهد السياسي. أنا لا أقول أو لا يفهم من كلامي أني أقول للمرأة أنها لا ينبغي أن تنخرط في السياسة أو تنحاز بهذا الطرف، من حقها هنالك نشاط سياسي وليكن، وتعبر عن آرائها السياسية وهذا من حقها أيضا، اتفقنا أو اختلفنا. إنما أريد أن أقول أن هنالك كثير من القضايا التي تهم المرأة اليمنية، وهي العنصر المظلوم الأشد في المجتمع اليمني قبل الحرب وبعد الحرب. كثير من القضايا المتراكمة تحتاج جهود هذه هؤلاء الناشطات، وتحتاج لجهود كبيرة من كثير من المنظمات المعنية بحقوق المرأة، وتحتاج المرأة أيضا أن لا تقف وحدها، يمكن أن تأخذ الرجل إلى مربع الدفاع عن حقوقها، لديها فرصة مهمة. وهذه أو هذا الضوء الذي يقدم الآن للمرأة اليمنية عبر الجوائز وعبر التكريم وعبر كله، أنا أعتقد أنها مساحة مفتوحة متقدمة تقدم خدمة جليلة للمرأة لأن تتوسع أكثر في إنقاذ قريناتها في اليمن. طيب بشكل كامل دكتور فارس، لو ركزنا على هذه الجوائز الدولية، هل لها تأثير حقيقي في دعم المرأة اليمنية وكفاحها في مثل الظروف الراهنة التي نعيش فيها الآن؟ بالتأكيد لها دور كبير ومهم، وأعتقد أن مجرد منح المرأة اليمنية جائزة هنا أو هناك هو دعم معنوي للمرأة للفائزة ولكل نساء اليمن بغض النظر عن الموضوع، هو دعم ثقافي للمرأة، هو دعم وجودي حتى للمرأة، وأعتقد أنه يعزز من مكانة المرأة لدى المجتمع الدولي ويفتح لها الأبواب لإيصال صوتها بشكل أسرع وبشكل مقبول وبشكل كبير. ولذلك نحن نحث الفائزات هنا أو هناك بأن تستغل هذه الفائزات الفرصة تماما لإيصال صوت المرأة اليمنية، لإيضاح مظلومية المرأة اليمنية، لتقديم خدمات جليلة للمرأة اليمنية أيا كانت هذه الخدمات، معنوية أو ثقافية أو مادية أو سياسية أيا كانت. في كل الأحوال أنا أتصور أن هذه الجوائز كما لو كانت عملية تسريع مهمة للمرأة واختصار لسنوات طويلة، لكن إذا ما استغلت استغلالا حسنا وإذا ما استغلت في إطار الانتصار للمرأة، المرأة اليمنية التي تعاني الأمرين بشكل كامل، أعتقد أننا أيضا هذه الجوائز ستكون حافز لكثير من النساء اليمنيات لأن يخرجن من الطوق، وكل امرأة تقدم ما لديها في مجالها في قدراتها في إطار مواهبها. صحيح. وهناك من يتفق معك دكتور فارس. طيب دكتور فارس، وهناك من يتفق معك في هذه النقطة أن هذه الجوائز تشكل حافز دائما للنساء لأن يتقدمن الصفوف ويكون لهن دور ملموس، وربما كانت البداية ربما من 2011 كما ذكرت الدكتورة سمية الثور أن كانت ربما البداية للمرأة اليمنية، وشاهدنا لاحقا الكثير من الجوائز ذهبت لنساء يمنيات، ما رأيك؟ صحيح، أنا أتفق مع هذا الكلام، ولا أعتقد أن هنالك من ينكر أن المرأة اليمنية بعد 2011 تحديدا سواء حضرت في ميادين الثورة أو عندما حصلت على نوبل أو عندما تقدمت في كثير من المؤتمرات والفعاليات في إطار المشهد السياسي والزخم السياسي في تلك اللحظة من مختلف الأطياف والأفكار،
مثل انبعاثة جديدة للمرأة اليمنية. أعتقد أن هذه الانبعاثة تماثل تلك الانبعاثة التي كانت موجودة أو الزخم الذي كان موجود في المجتمع طيب السبعي. دكتور فارس اسمح لي أن أختم معك بهذا السؤال وهي نقطة شائكة ربما. البعض يقول أن الفائزات والحائزات على هذه الجوائز والتكريم ربما قد يكن منفصلات عن واقع المدنيين في الداخل، هل هذا صحيح؟ لا أعتقد أنه صحيح. هن فزنا بعلاقتهن بالواقع، لكن الخطر أن ينفصل ما بعد، ينفصلن عن الواقع ما بعد استلام الجائزة أو ما بعد الفوز بالجائزة. أما مسألة ارتباطهن بالواقع بالمشكلة اليمنية هو موجود بالفعل، لكن نخشى أن تسرقهن الأضواء عن المشكلات الحقيقية. نحن نتمنى بكل إخلاص على النساء اليمنيات من أتيحت لهن فرصة الفوز بجائزة أو الحضور في أي فعالية أو في أي مكان يمكن أن يخدم المرأة اليمنية أن تستغله كل الاستغلال لمعالجة المشكلة الأزلية للمرأة اليمنية، لإخراج المرأة اليمنية من القمقم التي وضعتها السلطة الذكورية في اليمن، لمحاولة تعويض المرأة اليمنية عن حالة الحرمان السياسي صحيح. والثقافي. دكتور فارس اسمح لي، هذه الأفكار التي تناقشنا فيها أنا وأنت قبل قليل فيما يخص المرأة وكيف ستنعكس هذه الجوائز والتكريمات على واقع اليمن وواقع المرأة لاحقا، اسمح لي أن أشكرك الآن وأنتقل وأناقشها مع ضيفتي من جنيف هدى الصراري الفائزة الأخيرة بإحدى الجوائز المهمة. أشكرك جزيلا دكتور فارس البيل كاتب والباحث السياسي، وأرحب بضيفتنا من جنيف الأستاذة هدى الصراري ناشطة الحقوقية. أهلا بك أستاذة هدى. أهلا وسهلا بكم. بداية ألف 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 مبروك هذه الجائزة المهمة التي من خلالك فازت بها اليمن، وأنا أرحب بك اليوم على شاشة بلقيس. ربما قد يكون هذا الظهور التلفزيوني الأول ربما على شاشة محلية أو عربية على ما أعتقد بعد استلامك للجائزة، هل هذه معلومة صحيحة؟ أولا أرحب بقناة بلقيس وبالسادة المشاهدين لقناة بلقيس. ما قلته غير صحيح، فقد ظهرت على قنوات كثيرة محلية بعد الجائزة. بعد الجائزة أيوه. تمام. أنا كنت لا مشكلة، يعني كل القنوات شقيقات، لكن نحن سعيدين جدا اليوم بأن تكوني معنا اليوم عبر سكايب من جنيف بعد استلامك لهذه الجائزة. أنا أظهر على كل القنوات المحلية قبل العربية أو الدولية. وأنت قدمت صورة مشرفة عن اليمن، مبروك لك هذه الجائزة. طيب لو نبدأ بالحديث أستاذة هدى، بداية أعطينا فكرة عن هذه الجائزة، نود أن نستمع منك عن هذه الجائزة قيمتها وأهميتها. طبعا جائزة المارتن إينيلز هي جائزة تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة جنيف. هذه المؤسسة هي عبارة عن 10 منظمات دولية من أهم المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وتناصر قضية المدافعين، من ضمنها منظمة العفو الدولية وكذلك أيضا هيومن رايتس ووتش. طيب أستاذة هدى، بالنسبة لك كناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ما الذي تمثله لك هذه الجائزة؟ حقيقة جائزة المارتن إينيلز تمثل قيمة معنوية كبيرة جدا وحافز يجعلني أن أواصل الطريق في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفي تبني قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن اليمني من كل الأطراف الصراع والنزاع داخل اليمن. كذلك أيضا تجعلني أن أشعر بالمسؤولية تجاه بلدي اليمن وتجاه اليمنيين في كل بقاع الأرض، بأن أكون صوت الضحايا الذي يمثلهم في المحافل الدولية وفي كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان كانت المحلية أو أيضا الدولية. طيب أستاذة هدى، هل منحت لك هذه الجائزة بناء على نشاطك في مجال حقوق الإنسان؟ هل منحت عن ملف معين؟
طبعا من المعروف ان منحي لجائزه المارتن إينيلز لعام 2020 هي لقاء عملي في ملف الاعتقالات والاخفاءات القسريه والسجون السريه. حقيقه منذ 2015 وحتى 2017 بعد ظهور اول تقرير لوكاله الاسوشيت بيرس وكذلك ايضا هيومن ريسيرش، وانا اتحدث عن وجود منهجيه انتهاكات هي الاعتقالات والإخفاءات القسرية التي كانت موجودة في المحافظات المحررة في تلك الفترة، وأتحدث عن وجود شبكة سجون سرية. هذا ما عرضني للانتقادات وللتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا استمريت في العمل والرصد والتوثيق إلى أن فعلا كانت القضية محل اهتمام دولي، خاصة بعد صدور العديد من التقارير المهمة مثل تقرير الخبراء مجلس الأمن وتقارير منظمات دولية مهمة تتحدث عن وجود سجون غير رسمية بما معنى سجون سرية. كذلك أيضا اعتقالات، انتشار منهجية الاعتقالات والإخفاءات، إلى جانب رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين الذين تم التنسيق معهم وتشكيل أول رابطة في عدن، ومن بعدها انطلقت عبر رابطة أمهات المختطفين في كل محافظات اليمن. هذا كله تم تسليط الضوء عليه عبر التقارير الدولية وأيضا المحافل الدولية، وبالتالي كان نيلي للجائزة لقاء العمل في هذا الملف. طيب، حصلت على الجائزة لأنك اهتميت وعملت على هذا الملف، كيف ستنعكس أو سيسلط الضوء أكثر على هذا الملف بعد الفوز بهذه الجائزة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بهذا الملف؟ خليني أكون صادقة معك أن الحصول على الجائزة ليس فقط تسليط الضوء على ملف الاعتقالات التعسفية والإخفاءات من جانب واحد فقط، لا، بل نتحدث عن كذلك عن ارتكاب جماعة الحوثيين للاعتقالات والإخفاءات وكذلك أيضا إنشاء شبكة سجون سرية. أتيحت لي الفرصة في مدينة جنيف وفي ألمانيا بأن ألتقي بعدد من البعثات الدبلوماسية والخارجية في جنيف وفي ألمانيا. هذه اللقاءات كانت مهمة جدا بإني أطرح القضية اليمنية على المحافل الدولية، كذلك أيضا بأن أكون صوت اليمنيين الذي يبلغ ما هي الانتهاكات التي تتعرض لها اليمن في ظل الحرب التي دام 5 سنوات حتى يومنا هذا. كذلك أيضا كانت هناك مطالب في صالح القضية اليمنية بأن يتم دعم مؤسسات الدولة وإتاحة الفرصة للحكومة بالعمل من داخل عدن. أيضا مناقشة الانتهاكات التي تحدث كانت في المحافظات المحررة أو غير المحررة. بالتالي الجولة التي قمت بها منذ بداية فبراير وحتى يومنا هذا كانت مثمرة جدا. استطعت أن أطرح قضية الملف اليمني الحقوقي بالذات، وكان هناك استغراب وكانت أيضا هناك معلومات مغلوطة وكذلك أيضا. وهذه النقطة التي أريد أن أسألك فيها، وضحت الصورة ونقلت المعاناة التي يعيشها اليمنيين في الداخل، نود أن أعرف من خلالك الآن ما هي الصورة التي لديهم عن واقع اليمنيين والملف الحقوقي؟ صورة مغلوطة، ما الذي يقدم لهم؟ أين هو الخلل؟ هل الحكومة أم التحالف أم ماذا؟ للأسف هناك معلومات مغلوطة أولا لدى الجانب الدبلوماسي في جنيف سويسرا وفي أيضا ألمانيا. كذلك أيضا هناك عدم اكتمال للصورة للواقع اليمني وللظروف الحرب أيضا التي يعانيها اليمن خلال الفترة الحالية، التعقيدات في المشهد اليمني، اتفاقية الرياض التي لم تنفذ، من هي الأطراف المعرقلة، ما هي طبيعة الانتهاكات الموجودة في كل منطقة من المناطق اليمنية، من هم الأطراف الحقيقية في الانتهاكات. كذلك أيضا كان هناك إغفال حقيقي عن انتهاكات الحوثيين
لدى المجتمع الدولي وصورة مغيبة جدا نتيجة غياب العمل الدبلوماسي وكذلك أيضا تقصير من قبل التحالف ومن قبل الحكومة الشرعية في إيصال الصورة الحقيقية، وهناك تقاعس وإهمال كذلك أيضا من قبل الجانب الرسمي في إيصال الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى العالم الخارجي وإلى الدول الأوروبية للضغط على الحوثيين أو على التحالف لمساندة الشرعية ومساندة أيضا تنفيذ اتفاقية الرياض. طيب أستأذنك أستاذة هدى السراري أن تبقي معنا ونشرك معنا بالنقاش ارتفاع القباطي، هي ناشطة مجتمعية ستنضم إلينا من تعز. أهلا بك أستاذة ارتفاع. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لي في هذه المداخلة. طيب ارتفاع، في البداية لو تعرفين عن الجائزة التي حصلت عليها، أنت أيضا إحدى المكرمات. حصلت في عام 2018 على الوسام الذهبي بتكريم من دولة سعد الحريري في مؤتمر الإبداع والريادة التحديات والتحولات، كما أنه في عام 2019 كذلك حصلت على الوسام الذهبي وللمرة الثانية برعاية جامعة الدول العربية في القاهرة عبر مؤسسة صناع التغيير، وكان مؤتمر المرأة القيادية على مستوى الوطن العربي من خلال الترشيح الإلكتروني وفي عدة مراحل. طيب ارتفاع لو نتحدث عن الدور الذي يجب أن تقوم به الناشطات في المجتمع برأيك؟ الدور، هناك ناشطات حقوقيات، هناك متخصصات في مجالات عدة، لابد أن تعمل على نشر السلام وثقافة السلام لدى المجتمع حتى ينتصر الحق ويعود المواطن ليعيش العيش الكريم ونعيش الأمن والاستقرار. لابد أن نقول جميعا كفانا حروبا تشتتنا وتفرقنا. أكيد، شكرا جزيلا لك ارتفاع القباطي ناشطة مجتمعية من تعز، أشكرك جزيلا ومبروك لك التكريمات وأتمنى لك الاستمرار أكثر وأكثر في المجال الحقوقي والمدني خدمة للمجتمع. أعود لك أستاذة هدى السراري، أثناء التكريم أهديت هذه الجائزة تحديدا، أنت أهديتها لكل أحرار اليمن لكن بالتحديد لأمهات المعتقلين والمختطفين، لماذا؟ أولا من خلال هذا اللقاء أحب أن أوجه تحية وأيضا تهنئة لكل اليمنيات التي فزنا بجوائز دولية، ارتفاع القباطي، الدكتورة سمية الثور، وكذلك العزيزة ياسمين القاضي. أولا صحيح تم توجيه الجائزة أو التي منحت لي لأمهات المخفيين والمختطفين لأنهم هم المناضلات الحقيقيات التي غيبن عن المشهد والذين لولاهم لما استمرت في العمل في ملف الاعتقالات والإخفاءات القسرية. حقيقة أنا أستمد قوتي منهم لأنهم هن الصوت الحقيقي وهن الأمهات التي فقدن أولادهم، وهم على فكرة لا يطالبن إلا بتحقيق العدالة وليس بأكثر من ذلك، هم يطالبون الجهات التي قامت بهذه الانتهاكات بإحالة المعتقلين إلى القضاء والنيابة لإنصافهم أو إطلاق سراحهم إذا لم يوجه أي تهم حقيقية لهم. لذلك كان من العدل أن أوجه وأسلم هذه الجائزة إلى المناضلات الحقيقيات، وهم كل أمهات المعتقلين والمخفيين، المناضلات الذي يقفن ليلا ونهارا في البرد وفي حر الشموس للمطالبة دون ثواني عن هذه القضية. طيب سأعود لأسألك لاحقا عن أنه أنت ربما مستقبلا ستركزي على أي ملفات أو أي قضايا أو أي اهتمامات وتعتقد أنها أولويات بالنسبة لك بعد حصولك على هذه الجائزة، والضوء الذي الآن ربما مسلط على هدى السراري ومن خلالك سيتم التركيز على هذه القضايا خدمة لمجتمعك يعني بالتأكيد ولليمنيين، لكن قبل ذلك هناك الكثير من اليمنيات الناشطات حزن على جواز وأنت قدمت تهنئة وتبريكات لهن الآن من خلال شاشة بلقيس. أود أن أسألك عن هذا التكريم،
وهذه الجوائز الدولية، هل سيكون لها أثر وتأثير على وضع اليمنيات والوضع السيء في البلد الآن؟ أولا، الجوائز التي منحت لليمنيات في المحافل الدولية هو اعتراف حقيقي بالدور المشرف الذي تقوم به اليمنيات من خلال العمل في الميدان ونقل الصورة المشرفة عن اليمن التي غيبت في الآونة الأخيرة بسبب ظروف الحرب. اليمنيات هن كانوا في البداية من توجهوا إلى العمل في الإغاثة أو إلى في الرصد والتوثيق أو مساعدة النازحين، أو حتى في ظروف الحرب النساء اليمنيات هم اشتركن بشكل حقيقي إلى جانب الرجل، بينما هناك تغييب حقيقي للمرأة أثناء النقاشات أو أثناء طرح القضايا السياسية يتم تهميشها. فبالتالي حصول اليمنيات على هذه الجوائز هو اعتراف دولي قبل أن يكون محلي بالدور البارز والإيجابي الذي تلعبه المرأة اليمنية، وخاصة الذي تعمل في مجالات سياسية كانت أو حقوقية أو حتى في مجال السلام. ولذا ينبغي على السلطات في الدولة اليمنية وكذلك أيضا على صانعي القرار أن يتم الاعتراف بهذا الدور الإيجابي، وأن تكون النساء رديفات للرجل في كل المحافل الدولية أو في الحوارات والنقاشات والمفاوضات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لحل القضية اليمنية، لأنهم صوت سلام ويعبرن عن السلام. طيب أستاذة هدى، هؤلاء اليمنيات الحائزات على جوائز وخاصة المقيمات في الخارج، هل ما زلنا يعبرن عن معاناة وكفاح المرأة اليمنية في الداخل؟ لأنه البعض يقول ربما حصلت ما يسمى بالمفاصلة الشعورية بين هؤلاء النساء والقضايا اليمنيات في الداخل. للعلم هذا غير صحيح. هذه الأقوال أو التي تقال عن تغييب المرأة وعن حصولها على جائزة بأنها سوف تقوم بأخذ الجائزة وأن تظل خارج اليمن، بالعكس، كل يمنية كانت حصلت على جائزة أو لم تتحصل على جائزة هي تعمل من منبرها أو من مجالها الذي تعمل به. فاليمنيات الذي موجودات في الخارج يقدمن الكثير خدمة للوطن وخدمة للقضية اليمنية عبر الأنشطة وعبر اللقاءات وعبر ما يقوم به من أنشطة خارج اليمن. كذلك أيضا اليمنيات الذي موجودات في الميدان، ولكن كلا على حسب استطاعته وحسب علاقاته بالجهات التي يعمل عليها. فبالتالي هذه المقولة باعتقادي هي غير صحيحة، بالعكس، المرأة اليمنية تستطيع تقديم الكثير كانت داخل اليمن أو خارج اليمن. طيب، وهذا يقودني الآن أنا أعود لك السؤال الذي كنت توقفنا عنده سابقا، ما مستقبل أو النشاط أو المنتظر من هدى الصراري بعد حصولها على هذه الجائزة؟ ما القضايا التي ستركزين عليها وستسلطين عليها الضوء، وبالتالي انعكاسا سيتم الاهتمام بها أكثر بسبب الجائزة التي حصلت عليها وأهميتها؟ حصولي على الجائزة سوف يعطيني المزيد من المسؤولية تجاه الملف الحقوقي اليمني بشكل عام. صحيح أنني منحت الجائزة لقاء عملي في ملف معين، لكن الآن يجب علي تسليط الضوء على كل الملفات انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا ما انطلقت به من جنيف هنا ومن ألمانيا في الجولة التي قمت بها، والتقيت في البعثات الدبلوماسية والبعثة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك أيضا البرلمانات الألمانية والسويسرية، وكذلك أيضا حاولت أن أسلط الضوء على مختلف الانتهاكات من قبل الحوثيين أيضا، وعلى وضع المرأة اليمنية في اليمن بشكل خاص، كذلك أيضا على مسألة نهب المواد الإغاثية التي يقوم بها جماعة الحوثيين في اليمن. كذلك أيضا من المهم مطالبة المجتمع الدولي بأن يضغط على جهات أو أطراف الصراع التي تعرقل الاتفاقية الرياض أو حتى مسيرة السلام في اليمن، بأن تكون هناك دور حقيقي للمجتمع الدولي تجاه. طيب أستاذة هدى، أنا باقي لدي دقيقة وأنا أفكر في شيء ومتردد في حقيقة أن أسألك في هذه النقطة، لأنه لا أريد أن
أضايقك وأزعجك في هذه النقطة، لكن هو سؤال لابد أن أطرحه، وأنت مرأة قوية وأتمنى لا يزعجك هذا السؤال. هل صحيح أن هدى الصراري فقدت ولدها ثمن لانشغالها واهتمامها بالملف الحقوقي والمدني في اليمن؟ أولا هذا غير صحيح. ثانيا أنا فقدت ولدي نتيجة الاختلال الأمني الذي حادث في مدينة عدن. الكل يحمل سلاح، الكل لا توجد هناك أي أجهزة إنفاذ قانون، ولا توجد أيضا مؤسسات تصون حقوق الإنسان. فبالتالي ما حدث ولدي كان من الممكن أن يحدث لأي شخص في اليمن، وهذا يحدث في مدينة عدن حتى يومنا هذا. للأسف قضية ولدي لم يحقق فيها حتى الآن. طالبت إدارة البحث الجنائي، كنت أنا أذهب إلى أن أعمل الاستدعاءات والإشعارات للشهود حتى يأتوا إلى إدارة البحث الجنائي، لكن حقيقة ليس هناك أي اهتمام. بالتالي قضية ولدي سوف أواصل البحث بها إلى أن أتوصل إلى المجرم الحقيقي الذي قام بإطلاق النار على ولدي، وسوف يتم الاقتصاص منه بالقانون بإذن الله. رحمه الله ورحم كل ضحايا حالة الانفلات الأمني وشهداء البلاد. أشكرك جزيلا هدى الصراري، وأكرر لك الترحيب والمباركة بهذه الجائزة، وسعيد كنا بتواجدك معنا اليوم في المساء اليمني على شاشة بلقيس. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم في حلقة الغد في أمان، في حلقة السبت في أمان الله.